الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من المطاف
في جنة عرضها السماوات والأرض، أسألها أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، رحمته في دعوته، رحمته بالنساء هذا ما ذكرناه في جمعتين سابقتين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعداء هذا الدين. كيف هذا؟ قد يسأل سائل، كيف تكون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعداء هذا الدين؟ ولكن سيزول عجبك إذا علمت أن هذه الرحمة في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الكافرين والمشركين، فإنما تكون الرحمة في أقصى صورها وأرق معانيها عندما يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. فالدعوة تحتاج من الداعية إلى رحمة وإلى حكمة وإلى أنس، والقلب فيما فيه من كره وبغض للكفر والكافرين، تكرههم على كفرهم وعنادهم وتدعوهم إلى الله تبارك وتعالى برحمة وحكمة، كما قال رب العالمين جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نحتاج إلى الحكمة وإلى الرحمة عندما ندعو غير المسلمين إلى دين رب العالمين تبارك وتعالى. اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها تسأل النبي، تقول: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم عندما عرضت نفسي على ابن عبد يدير بن عبد كلاب. فما أجابوه لما أراد. وكلكم تعلمون ماذا فعل أهل الطائف بالنبي صلى الله عليه وسلم. سلطوا عليه الصبيان والسفهاء والمجانين، فرموه بالحجارة حتى سال الدم من قدمه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فخرجت هائما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو به من الألم ما به، يقطع هذه المسافة الطويلة في صحراء مكة، وكلكم تعلمون ما هي صحراء مكة، ينتقل من مكة إلى الطائف سيرا على قدمه عليه الصلاة والسلام. والله ما خرج من أجل مال، ولا من أجل منصب، ولا من أجل دنيا، ولو أرادها ما أعطاه الله تبارك وتعالى، إنما خرج يبتغي مرضاة رب العالمين تبارك وتعالى، يرجو الهداية إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. خرج ليعلم عليهم سعادة الدنيا والآخرة، ومع ذلك قابلوه بما قابلوه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب. 7 كيلومترات يسيرها النبي عليه الصلاة والسلام على قدميه الداميتين. يقول: فلم يستفق إلا بسحابة قد أظلت. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى هذه السحابة فيرى فيها جبريل عليه السلام، فيسلم عليه جبريل. يقول: يا رسول الله، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت. فقدم ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك فمرني بما شئت فيهم، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما جبلان عظيمان في مكة، يقال لأحدهما قبيس وللثاني الأحمر. قال: لو
قبلني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ثأر لنفسه؟ هل غضب لنفسه لأنهم فعلوا به ما فعلوه؟ لا والله، والله ما ثأر لنفسه. ولو سأل ولو أمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الجبلين لأطبقهما، ولتصدعت هذه الرؤوس المتجملة المتصددة تحت ركاب هذه الجبال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا لله تبارك وتعالى. قال ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ملك الجبال، ولكني أرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إنها الرحمة في أرق صورها وأوسع معانيها من النبي عليه الصلاة والسلام في مقام دعوته إلى الله تبارك وتعالى. يأتي الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لمسا قد كفرت، فأتوا عليهم يا رسول الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء، ووالله لو دعا عليهم لهلكوا جميعا، ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة. قال: اللهم اهد لمسا وات بهم. فهدى الله تبارك وتعالى لمسا كلها، وجاء على رأسه الطفيل بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. روى إسحاق بسند مرسل، وروى الطبري بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الثقات رجاله ورجال الصحيح، أن عمير بن وهب وصفوان بن أمية جلسا إلى جوار الكعبة يتذاكرون ما وقع يوم بدر من أسر المشركين وقتل لهم، فغلت مراجل الحقد في قلوبهم. فقال عمير بن وهب: والله لولا دين علي وعذاب عندي أخشى عليه الضيعة من بعدي لركبت إلى محمد لأقتله. فقال له صفوان بن أمية: ما دينك علي وعيالك عيالي أواسيهم بمالي؟ واركب إلى محمد واقتله. فقال له عمير: تكتم عني هذا ولا تخبر به أحدا. فقام فشحذ سيفه وأغرقه في السم، ثم انطلق إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذا وهب، عمر بن وهب عدو الله وعدو رسوله، والله ما جاء إلا بشر. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخنقه خنقا شديدا بثيابه، ثم جره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عمر بن وهب عدو الله وعدو رسوله، والله ما رآه قد جاء إلا لشر. فقال: دعه يا عمر، اتركه يا عمر. ثم قال لعمير: اذن يا عمير. ثم قال له: لماذا جئت يا عمير؟ فقال: جئت لهذا الذي عندكم، يعني ولده الذي أسر في معركة بدر. قال: وما بال السيف في عنقه؟ قال: قد دفن الله من سيوف، وهل اغنت عنا شيئا يوم بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقني يا عمير، لماذا جئت الى هنا؟ قال: والله ما جئت الا لما اخبرتك به. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: لا، بل جلست انت وصفوان بن اميه بجوار الكعبه وقلت له: لولا دين علي وعيال انطلقت او ركبت الى محمد فاقتله. فقال لك صفوان بن اميه: ما دينك علي وعيالك عيالي اواسيهم بمالي؟ واركب الى محمد فاقتله. فقلت له: لا تخبر به احدا واكتب ذلك عني. ثم قمت فشحذت سيفك وجئت الى هنا. فقال:
وهب بن عمير وعمير بن وهب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما علم بهذا الأمر غير صفوان بن عمية وأنا الحمد لله الذي سيقني هذا المساء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا أخيكم. الله أكبر. منذ لحظات قليلة أو يسيرة كان عدوا لله تبارك وتعالى وعدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد دقائق معدودات صار أخا من أبناء أمة الإسلام بالتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته معه في دعوته إليه. وهكذا غيره من أبناء الكافرين الذين دخلوا بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دخلوا إلى دين الله تبارك وتعالى أفواجا. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فينبغي أن تكون لنا الأسوة والقدوة الحسنة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام عندما ندعو غير المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم مع اعدائه لنا فيه الاسوه الحسنه والقدوة الطيبة، من الله تبارك وتعالى علينا ومكننا من إخواننا إن لم يكونوا في الدين فهم إخواننا في الإنسانية، ليسوا على دين الإسلام. أكثر من يجلسون أمامي في هذا المسجد معهم أو عندهم من الخدم من هم على غير دين الإسلام، وبفضل الله تبارك وتعالى وبمعاملة حسنة وبحكمة وبرحمة في التعامل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى منك أيها المسلم، ربما يلين قلب هذا الإنسان أو هذا الخادم فيدخل في دين الله تبارك وتعالى فتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. وربما بعد أن يسلم هذا الإنسان ربما يدعو أهله في بلاده فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وقد سمعنا من الأمثلة في هذا الشأن الكثير. فإني أعلم بيوتا والله ما دخلها خادم على الكفر إلا بعد يعني ما شاء الله تبارك وتعالى وقدر إلا ودخل في دين الله تبارك وتعالى بمعاملة حسنة بكلمة طيبة تبين رحمة دين الإسلام وتبين كيف يتعامل المسلم مع غير المسلمين في حال السلام وفي حال غير الحروب والمعارك. فينبغي عليك يا عبد الله أن تجتهد في هذا الأمر، فأن يأخذ منك وقتا طويلا أو أن يأخذ منك جهدا كبيرا أن تدعو هذا الخادم أو هذه الخادمة إلى دين الله تبارك وتعالى فتنال سعادة الدنيا والآخرة. تعامله برحمة، تعامله بحكمة، تعامله معاملة حسنة حسنة ترضي الله جل وعلا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خبركم ملككم الله إياهم، فمن كان عنده أحد من إخوانه فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، وإن كلفتموهم فأعينوهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا
اسرافنا في امرنا وثبت على الصراط اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حي امه الاسلام امرا رشدا يعد فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اذن لدينك ان يعود ولشريعتك ان تسود ولكتابك ان يحكم الوجود. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اعذهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فشل اركانه واخرس لسانه واعلي بصره وخجل يا رب سمعه واجعل الموت اغنى امنه. اللهم لا تدع لاحد في جمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفذته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا قائما الا رددته، ولا اسيرا الا وفكت اسره. اللهم اغفر بفضلك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Oh, yeah.